ريتشارد الصفراء على حكيم زياش وانفار ورق توتر الأجواء لحظات من استعراض القوة من الجانبين قوية والتسجيل ولكن نريد استعراض القوة الكرة ثنائية لندن هافرتس انفار وانقرم عند خط الوصول هام الثاني يبحث على توتنهام إمرسون هافرتس ورو هاي بيضا حمل حكيم زياش راني زياش حمر لأنه عنده انذار سابق صفراء أولى وبالتالي هذه الحمراء بالتالي إنسان وزياش عنده ورقة سامحني خرجتك ورقة صفراء أو شك فماش ورقة حمراء فما ورقة صفراء ورقة حمراء فماش ورقة ولينا نلعبوا مع طويل لا حمراء ضربوا بلكمة ثم مشى شاف الفار